بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يعني احنا متواجدين اليوم في الانطلاقة الرسمية لهذه الدورة، دورة كرة القدم للمبتورين من ولاية مستغانم المضيافة. شرف عظيم أننا كاتحادية جزائرية لرياضة ذوي الهمم ندرج رياضة جديدة لأول مرة في الاتحادية الجزائرية هذه، والحمد لله يعني الفرق المشاركة متواجدة، إرادة كبيرة وعزم كبير عند الرياضيين هذو من أجل إنجاح هذه الرياضة. يعني درنا هذه السنة يعني مع الظروف الصحية والتأخير في الانطلاق، ولكن درناها كتجربة وكتحضير للانطلاق الرسمي للبطولة الوطنية السنة المقبلة إن شاء الله. السنة المقبلة الرياضية إن شاء الله تكون بطولة رسمية لريادة المبتورين بإذن الله. والله احنا نتابع يعني دوما جديد زبولة على مرافقتها لجميع رياضات ذوي الهمم، وهي تتابع الرياضيين من حيث الظروف التحضيرية، من حيث المشاركات في المنافسات، من حيث النتائج التي يحققونها في 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 مشاركتهم القارية والدولية وفي البطولات الوطنية. هذه الجريدة مشكورة على مجهوداتها، ويعني هذه الفئة تستحق أن ترافقها جريدة في مستوى جريدة بولا التي لها قدرات كبيرة، ونحن نشكركم جزيلا من هذا المنبر على ما تقومون به من عمل جبار في إطار تشجيع شريحة فئة ذوي الهمم.